استشعار الأراضي عن بعد. إن الأرض كوكب غني بالعديد من البيئات والمواد والكائنات الحية المختلفة، وفي وسط كل هذا نحن البشر نحاول أن نفهم بشكل أفضل ما يحيط بنا. الأرض والمحيطات والغلاف الجوي والغلاف الأيوني والغلاف الصخري والغلاف تحت سطح الأرض، هناك الكثير مما ينبغي أن نعرفه. لذا تعد أجهزة الاستشعار عن بعد أدوات مفيدة جداً تساعدنا على استكشاف مستويات مختلفة من بيئتنا، ويمكننا استخدامها لتحسين حياتنا والحفاظ على موطننا الجميل. سطح الأرض هو المكان الذي نتطور فيه من أشباه البشر بالعيش في مجتمعات كبيرة وتعلم كيفية تغييره وفق أغراضنا الخاصة. لذا من المهم جداً فهم التغيرات السابقة والحالية على سطح الأرض وتأثيرها من أجل التخطيط لمستقبلنا. توفر مستشعرات الأقمار الصناعية وصولاً مستمراً وسهلاً إلى بيانات الأرض، مما يوفر معلومات مفيدة على النطاق المحلي والعالمي. يبين التغير العالمي الحاجة إلى رصد الأرض بوصفها كوحدة، وتساعدنا عمليات الرصد بالاستشعار عن بعد على فهم الكيفية التي تساهم بها أنظمتنا الأرضية في إحداث التغيرات العالمية والاستجابة لها. لدراسة الأرض باستخدام أجهزة استشعار عن بعد يمكننا استخدام تقنيات مختلفة، مثل التصوير البصري. تستخدم أجهزة الاستشعار البصرية ضوء الشمس المنعكس لتمييز سطح التربة والنباتات. يمكن لهذه المستشعرات تحفيز العين البشرية عند النظر إلى التربة، ولكن يمكنها القياس أيضاً في نطاقات أخرى بالأشعة تحت الحمراء القريبة أو المتوسطة، أو حتى قياس الضوء المستقطب. من خلال قياس مجموعة متنوعة من خصائص التربة والنباتات الأساسية، يمكننا تحسين الزراعة وإدارة الغابات والعثور على المعادن وتحليل التغيرات في المناطق الحضرية والصناعية ودراسة الفيضانات والجفاف. تصوير متعدد الأطياف. تتألف الصورة متعددة الأطياف من خلال النظر إلى جسم أو منطقة اهتمام بترددات مختلفة من الطيف الكهرومغناطيسي، مثلاً التقاط الأحمر والأزرق والأخضر فقط للسطح. بالنسبة إلى العرض المرئي، يمكن عرض كل نطاق من الصور بشكل مستقل، غالباً كصورة ذات تدرج رمادي أو مع ثلاث أشرطة كصورة مركبة ملونة. إذا حصلنا على البيانات من نطاقة تردد أخرى من الطيف، فسوف نحصل على نوع آخر من الصور مثل الأشعة تحت الحمراء القريبة، نسميها صوراً ملونة زائفة. يمكن أن يساعدنا تفسير هذه الصورة المختلفة على التمييز بين التربة والنباتات والأنواع النباتية والميزات الحضرية والثلوج والمناطق المغطاة بالسحب وحرائق الغابات والمعادن إلى آخره. قياس الاستقطاب والتبعثر الراداري. في تصوير رادار الفتحة الاصطناعية تكون إشارة التبعثر المرتدة أو الإشارة المرتدة من منطقة أو جسم معين هي المجموع المترابط للعديد من إشارات التبعثر الفردية. لذلك لا يصح القول بأن الغابة لا تسمح لنا برؤية الأشجار، لأنه في رسم خرائط الغابات ورصدها على سبيل المثال يمكننا رؤية أشجار فردية وحتى أجزاؤها المختلفة من خلال استخراج معلومات ذات مغزى عن النباتات وخصائص التربة من التور وتغيرات الاستقطاب الناجمة عن التبعثر. قياس إشعاع الموجات الدقيقة. تستخدم مقاييس أشعة الموجات الدقيقة الإشعاع الكهرومغناطيسي الطبيعي المنبعث من أجسام في درجة حرارة أعلى من صفر كلفن في نطاق التردد من 1 إلى 200 جيجا هرتز. وعلى الأرض فإن الإشعاع حساس للكتلة الحيوية النباتية ودرجة حرارة السطح والأمطار فوق الأرض والثلج، وكذلك رطوبة التربة، وهو متغير بيني رئيسي مطلوب لوصف عمليات تبادل المياه والطاقة في الواجهة الأرضية لسطح الأرض. الغلاف الجوي. لا يتم تركيب أجهزة استشعار الأراضي عن بعد على المركبات الفضائية فحسب، بل أيضاً في الأرض وعلى المركبات الطائرة مثل البالونات وطائرات الهليكوبتر والطائرات. وبذلك يمكننا مثلاً إنشاء خرائط دقيقة ثلاثية الأبعاد لمدننا.